مشاركين بالبيئة الجبلية في جميع أنحاء الدولة، اللي هو الصياني اللي عليه الأسامي مال الصحابة وصنية عليه تاريخ من 375 سنة، مشاركين بالصفاري الذي تكون الصفاري هذا لا لأراس لا المحن للمشاكل لا الضيف، قفول مال يبال، هيوس حراتية، صحون مال الصفر حق الضيف، ومشاركين بالصناديق القديمة الأصلية، وما ما الصفاري ما الطسل ما الدلال ما السلاح ما الكتاتير ما السيوف المخلفة علينا. هذه هي المشاركة بالتراث القديم الأصلية اللي هي بالأداة والتقاليد والأصالة اللي هم مشاركين فيه، من على كل مهرجان صار بالدولة أو تصوير مع تلفزيون أو يجينا في أي مكان هذا المتحف مستمر. هذا المتحف يكون باسم زيد سعيد راس الشحي، وإذا كان محطين عليه لقب أول زايد أنه يحمل 500 قطعة من القطع النادرة، وحطنا عليهم لقب على سيدنا أول زايد، هذا اللي هو اسمه المتحف، هذا متحف أول زايد. المتحف يعني العادات والتقاليد والأصالة والسيمان القديم، السلاح القديم، الصناديق القدام، السيمان هذا القدام.